لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. من بحثي هندك مسائل كتابة نوسيني إملاء عربية. فرمي وتكتب الألف بعد واو الجماعة. ألف دنوسير دواء الجماعة وقالوا دون الأصلية كزيد يدعو ما متجاوز لأصلي. مثلا أقل واو الجماعة نبي واو كلام الفعل ذوكو يدعو كبمفرد مذكري غائبان سغي وحداتا بكي ألف دواء نانوسن فرشن لبرقلة إملاء قرآنية ندعو وكان ندعو وخل ندعو لكو يدعو عليه ألف دواء نوسن توجبي وخلاف إملاء في إملاء عربية. وترسم الألف يا آن أما إملاء قرآن إملاء مقصود أخويها وترسم الألف يا آن إن تجاوزت الثلاثة أم جاء ألف بيان وسلي أقل مرتبي سيتي فرقة يعني أقل مثلا ألف كبر الحرف شوارا بي كان بوني مثلا أقل منقلب لبري أو يا منقلب لبري هل بصورتي نسلي وكو استدعى مصطفى يعني نقول بوي المسلمين لو كانت خويتي ولا اسمها بيان فعلا لفرغناك أو كان أصلها الياء يا مثلا تجاوز ناكر بين السي حرف هل في حرفي بي يعني الفتاة لما ارتفع الفتاة حرفي سيهم بي ولا أصلقي يبو بي وقل رماء الفتاة باشا وألفا في غيره لغير مواردة واشكوي ألفا نسره أوكو قفاك مثلا يعني سي هندي لما تبع سيابي ومنقلب دبري أوابي منقلب دبري واوبي واوبي يعني حالبي أقل لما تبع سيابي ومنقلب دبري واوبي هل بشكلي ألف نوسري أو بطل لو يبدو موردي نوتة مثلا أقل أزبكا أقل مثلا منقلب دبري يجبي ظلم لدواي يتروبي وكو يحيا باشا يا أحيا فعل ماضي فعل مضارع مثلا هذا زم ألفك أو ألفك الآخر بشكل ينانس هذا بشكل ألف ينوسي ما قع علم دي ما زي يحيا شن علم هل بي ينوسي رام يحيا قال فعل مضارع به حال بي علم نبي حقوايا بألف ينوسي لما لو كي يترجى فيه الشيء ويجي وينكشف أمر ألف الفعل بالتائي ماذا و أمري ألف فعل يعني أو ألفي كذا فعل ويا بتي كشف ألوك ورميتو وعفوتو مثلا تتو نية كامل رميتو لوا درك ذيك أم يايا يعني مثلا يسر رما رما وألف ويا ولي وقت يفكر بمتكلم وحده ويا بمخاطب يابا أو نوسيغة رمينا ذلك ذيك وضع أم ألفا أو ألف رمايا لأصلا يبو شنو قال واو بوايا أما نور رموتو والله من عفادة يجين عفوتو لي هذا الكلام. أو تعفال في غير مفرد شهادة الكلام هو. بس أقول لما بقي أو قاعدة في سوت ما الرما التي غيرتها كرش قوي ألف نص هذا الكلام كأما هنا. أما يبوا. يا أو مثلا أقرش قوي ألف عفا ما نص وبدعة هذا الكلام كأما وابوا. والاسم بالتثنية واسم بكشف أمر ألف كيف تثنية. بس عفا قلت تثنية بضع عصويني. ولا فتاك آخر كي يا قد تصنيف كمان فتيين فرمي لما ذكرت هذه المسألة أو تبى جمع هني ذلك ذي جمع بعد فوبتي مثلا فتاة أو هنا عبت فتيات التي كشين نبي لما ذلك ذي أو ألفا هش نقول له بشغل ألف نسيا ذلك ذي كمان لأصلا هي أبوه أقل وابوهي مثلا معنى فتوات لكم مثلا عصا أقل جمع قبائل مثلا عصوات. ولما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة وهي كمان عن مسألة مسألة كتابة ذكر استقرأت بالذكر مسألتين مهمتين من مسائلها توجب يعني تيها الكوتن بذكري دو مسألي مهم لمسائل كتابة إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعو وشيخ فرقوا بأعرفك يغسل بيني واو أصلي لزيد يدعو أو لبيني وكو زيد يدعو كواقي أصلي واو جمع يعني واو ضمير وكو مثلا القوم لم يدعو باشا فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من ألف
لدواوي جماعاته وألفك ينزاكروا بلان أصول كان لألف مجرد كذوة خاصة للتفريقة بينهما هدفش أنه أبو فرقي أو دواء وبخل يعني أبو ألف ألف لدواوي وأبو مثلا معلومة موالي جماعاتها أبو ألفين أبو أعلن ما مفردة. الثانية أن من الألفات المتعرفة وعوك أصلي أختي. الثانية أن من الألفات المتعرفة ما يصور ألفا ومنها ما يصور ياء. ألف هاي متعرفة يعني الثانية كالآخر. يبقى بينين بعض كان بشوي واو تصوير كذي بشوي ألف تصوير كذي بعض كان بشوي ياء تصوير كذي. وضابط ذلك أو أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء صيرت ياء صيرت ياء. أيش معلومة كأجر ألف لسيت تفريق بيني أفرض مثلا حبي شو عارم بحبي كان جنبي يعني خير تفريق نكربي هل حبي سهم بي ولا من قليل بريابي تصوير كذا به مثال كشيء لنوع أول استدعاء ومصطفى ولنوع دوم مشار ما وهدا فتاة وهدا أمانية وإن كان ثالثة من قليلة عن وابين ولا بس سهم من قليل بريابي صيرة ألفا بعد تصوير كذا وذلك نحو الدعاء وعفا من لم بعد العرب شو تخلنا والعصا والقفا ولما ذكرت ذلك احتجت الى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء فكتب ابن مزيد ذم مجبور محتاج به ولا عندك قانون يسع ذكر كمك واو يكان لياء يكان جابته فذكرت انه اذا اشكل امر الفعل وصلته بتاء المتكلم او المخاطب فذهب وقت امر فعل مشكله وصبي في برلمان الروح المتحرك وسيء متكلم به ساق ك متكلم به نائب متكلم به نون جمع مؤنث غائب به مثلا ضمير مخاطب يركن فمهما ظهر فهو أصل ولهذا شيء ظاهر هو أو أصل كافي ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى رميت وهديت وفي دعا وعفا دعوت وعفوت هذا كان زور دقيق مية كل من مثل تقالين يا بنا الرما يتبى خوما أو اختدوا يا بجم رميتو يا بجم رموتو باشا كموشي يا مثلا نظر بما مثلا أقل أصلا كم نزاني بي لوبر أقل لوبر نمزاني بي مثلا بكي وناني كي متكلم حالبي لواني من كيف بينا بجم رموتو نقام نكي دقيق نيا وإذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنيته أقل أمر اسم مشكل هنا ذلك ولاي تسمية يعني تسمية كعرب بكار يعني نبي يعني هذا عرب بكار من النبي هو معلوم بكار يعني نبي ديار البوتو مثلا هاد دوبارة توشي أو مشكلة هذه مثلا قصواني خب مثلا من هذا العرب النبي شو شان بيجي قصة يعني فمهما ظهر فيها فهو أصل وشيك يذهب هو أصل كذي ألا ترى أنك تقول في الفتاة والهزاء الفتيان والهزيان وفي العصا والقفا العصوان والقفوان وما أحسن قول الشافعي رحمه الله تعالى قال الشافعي روى تثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادقت من هلا صادقت من هلا هذا تثني اسمك اسمك كشفك كعيا وعيا أما أي فعل وإن رددت إليك الفعل يعني حق الفعل نسبة بيب ولا يخوض مثلا فعل الرماكي متكلمة في أولين خالبين علي أوخر صادفت من هذا يعني مصادف أبي لمن سر شعوة يعني سر شعوة فرتك أقريك الناس حالبي تبقى مو معلومة بي مش كالم يخو حالي جل رحمة إخوة أليبي إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تخف أجل فعل رجل الرجان هجاكي يعني حرف أصليكي لتوقم لتزاني وويايايا ملحق كفي وتي خطاب ولا تخف مبسة خلاك يعني فإن تره بالياء يوما كتبته هذا الرجل الرجان بيودي دي كانوسي كتبته بياء بيوز وإلا يعني أقل لكاتب متكلم سلطة الراميتو فرقان هو يجي أبو أم جالت إلا مفرقة كشهر بشكل يجي نوسي ألفك وإلا أقل وإنه فهو يكتب إلى لباء الفنوسي حالي أمش جال باسي همزي وصوء معناه كان لا اسم كان همزي اسم من هي همزي وصوء يعني هي كتبه باسي وانا كفرمي
همزة سمين بكسرين ولمين واستين وابنين وابن من وابن من وابنتين وامرئين وامرأتين وتثنيتهن واثنين واثنتين والغلام وابن الله في القسم بفتحهما أو بكسر في أيمن همزة وصل يعني همزة أولا همزة وصل أولا مثلا تكراريش أو مثلا أو اسم استا ابن وسيعد ابن موت شوعر ابن ذو فانج امرأة وشعر امرأة ذو حوض تثنية ثانيش يعني مثلا بلاي اسميني استيني ابنيني باشا باري ابن ميني مثلا ابنتيني امرأيني امرأتيني بشتي أمان اثنين اثنتينيش وشمان هي كأما بوبتشاني أوان يا أويك ودو سي وشوار وفينج وشش وحوت وهشت نو هنا على دادانا ها أي منج لسر أواني وأي تسمى العلي شاهد أنه تسنياني لنزل قسمي هنا أي من يجد اسمك يا لتسمى العلي وعلي فقال على غلام هو معرف ذا هذا هو حساب خوجي يعني قالوا إني تاني إستي تاني إستي تاني إبن من تاني قالوا أنا يعني يوجد تجويد وكلماتك بأسفات الأخوان يعني بالله معناه همزة قاعدة همزة وصلة جاء أيمن كأخوانيته في القسم الغلام أيمن بفتح جماع بفتحها بالجنهم الغلام هل أم بمشرى أيمن أو بكسر في أيمن يا بكسر مثلا أيمن أبغي إيمن مثلا مشتي أمانة همزة وصلة أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا لإبداء وثابت دبن ولا حال وصلا حسون وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف حرف ماضية كذا شو حرف كيف فرق يعني ماضي كيف شحفي وش حرفي كذا همزة شو نقول همزة قال همزة وصلا وكو استخرج أمر كشي وعي مستر كشي وعي أمر ثلاثي وكو أقتل أغزو أغزي أنا بضمهن همزة كان مضمون بأقتل أغزو أغزي واضرب وامشوا يضرب أواب كسرة ومشو شربة يمشوا حاربتهم ما أصلحين إن زقين في الأسرع يمشي هو أعرى وإذهب بكسر أو عين فلقي مفتوحة هم زقين بكسرة بكسر كلب واقعي وتباقي كان هذا الفصل في ذكر همزات الوصل همزة الوصل وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل إما ما هم الخندا أمامنا الثاني والكلام فيها في فصلين الأول في ضبط مواقعها شو كان ذلك وعن قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف فأما الاسم فلا تكون همزة ومزة وصلين إلا في نوعين بدون اسم أحدهما أسماء غير مصادر كمر اسم كمستغني غير مصادر وهي عشرة محفوظة عند ذلك قابل حفظ اسم استو ابن وابنته وابن امه امرأة وامرأته اثناني واثنتاني وابناني وابن ماني امرأاني وامرأتاني ومانا قال الله تعالى فرجل وامرأتان تثني امرأتان بخلاف الجمع فإن همزاته همزات قطع جمع واحد قال تعالى فإن هي إلا أسماء همزة كيف أنتم أسماء سميتموها يا فقل تعالوا ندعو أبناءنا ها أبناء همزة كيف همزة خطأ وأبناءكم النوع الثاني نجم أسماء هي مصادركم كمصدر وهي مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والاقتداء والسداسية كالاستخراج يعني مصدر أو فعل نتفل شرفي وش شرفي وأما الفعل ما فعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع أجل مضارع بهم زقام زي قطعك أعوذ بالله وأستغفر الله والحمد لله وأحمد الله وإن كان ماضيا فإن كان ثلاثيا أو رباعيا بازم فهم ذاته ومزاد قطعي
وكو أمر وكو أكرم فثلاثي وكو أخذ وأكل وربعي وكو أخرج وأعطى. ولو إن كان خماسيان أو ثلاثيان معلومة فهم ذاته وما ذات وصي وكو انفلق واستخرج. وأما الأمر فإن كان من الرباعي أبشواري به وكو لبعض إفعال مثلا هم ذاته وما ذات قطعي كقولك يا زيد أكرم أكرم حمرا يا فلان أجب فلانا مثلا أو بدأ أجيبك ساسية حرفية بلان ده أصلا شوية حرفية وعن فلك إعلان حزم يعني دو مثالينات أكرمك على رب حسب زاهل شوارك معلومة بلان أجيب لتقديرها شوية حرفية. وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام. همزة وصل هي مثل لام لام نبي لام تعريف الغلام أبو خولي توقع الغلام والفرس أمان. وعن الخليلي لخليل واروات كلا وأنها أو همزة ألا همزة قطعين لا أصل عوج همزة قطع بلام عومي لدس الدرجة معاملة الوصلي بلام لدرجة معاملة همزة الوصلي قبل كلا وتخفيفا لكثرة استعمالي شن ذلك استعمالك لأن يازي بتخفيف هو بس قطع كان كذا بوصل. كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين للتخفيف آخر خير اسم ثلاثة أخيارة شر أشر وبقية الحروف همزاتها همزات قطعين وكو أمو أو أنو أمان. الفصل الثاني في حركة همزة وصل شحرك يميل بهمزة وصل فمن يعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة وهو اسم يعني بكمير رأيك يبغل اسم زيادة على اسم. وقد أشرت إلى ذلك بقولي همزة اسم بكسر أو ضمير وأمان ومنها ما يحرك بالفتح خاصة يعني بتايبتي هذا فتحة بتايبتي وهي همزة لا متعرفي ومنها ما يحرك بالفتح في الأفصح وبالكسر في لغة ضعيفة أيش أيمن أيمن المستعمل في القسم كأوذا قسم بك في قولهم أيمن الله لأفعلن سلندي من سلندي خواهي وقوارلي يعني أيمن الله قسمي لأفعلن فلان كارك يعني أيمن كذا هنا في محذوفة خبرك شن يمل شوار شو أنا حسي خبر ذكري لمبتدا كان هو كم مبتدا كما النصب لقسم وكل أمرك لأفعلن كذا أما جوي أيمن الله وهو اسم مفرد اسمه مفرد أيمن مشتق من اليمن لا يمن بركته دي وهو كمنا بركته عربي لا جمع يمين آخر جمع يمين مثلا أتى اليمين يجمع كم الرغيف كيف أو مثلا رغيف جمع يميني أتواني مثلا أيمن بي يعني اسمه بالوزني فعيد بالوزني أفضل جميع كيتها حال ضرع أولي خلافا للفرائي كفرائي باوة هل يمينه أو أيمن جمع يمينه. وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقولي بفتحهما أو بكسر همزة أيمني مسألة كولة قال أيمن كذا. ومنها ما يحرك بالضم فقد وهو أمر ثلاثي إذا ضم ثالثه ضما متأصلا باشا بهذا ضم بحركة أخي همزك أمر ثلاثية وفتك عين الفعلك يعني حفيسيها مغيكة عين الفعلك مضمون به بضم أصلي وكو اقتل اكتب ادخل ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة أغزي آخر ثامة حفيسيها ميزيكا مرمومني ولا أصلا مرمومة وهي تضمن أغزي أغزي يا هندو لأن أصله أغزوي بضم الزاي وكسر الواوي فأسكنت الواو للإستسقال يعني كسرت الواو سقيل ولاما بالذبا ثم حذفت عشان لبنت خاصين حذف هو ثم كسرت الزاي زي كما قصيت يعني تناسب يعني تناسب الياء يعني تناسب الياء وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي على إشارة كلمة مثالا بأغزينا ومثلت قبلها بأغزو وشي لأنبه على أن الأصل أغزوي تعو ولياتا الكمولة لك أصوي أغزي أغزوي بوا شن كم مذكرك أهلا مذكرك أغزو زيك مغمومة هذا ليلة مؤنسك شا مغموم به بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد يا المخاطبة بود إليك هذا يضمك هيا زي ما نقول يا مخاطبة نبي فس هاتني أم يا مخاطبة تاريكي كردوا زمينيكي فرهان كل والله ما كان نميني وخرج عنه نحو قوليك يمشو إذا هاتش أحد بسيبي مرمون وراء شو ما كان أصغيني نعم يمشو فإنه يبتدأ بالكسر لأن أصغه
كثير من الشيو أعرابه لكسر الشيني والله مجاي فسكينة الياء للإتقالي ثم حذفت لإتقالي ساكنين حاربي ثم ضمت الشين لتجانس الواو يعني تجانس الواو ولا بل هاو جنسي واو ولتسلم واشتباع على حرفي ذا ولتسلم من قلبي يا أن وبو يوكارك لا وكا السالم بمينة والويك وواك قلبك بيه شنو زمان قبلك مكسور بيه دي أشياء واو متترد ما قلوك بك بيه الواجبة ولهذا مثلت به في الأصيل ظالم أنا برويا كمثال تيلو داولا أصل قال مثنكاع يعني حربي بو هنا بوش لما يكسروا مثال هنا بو مثال لذا بو يمشوا بو لما يكسروا بو مقصود ويكام ذكي مقصود إلا قال أواك تمثيل شنبا يضرب جمال مع التمثيل بيضرب للتنبيه على أنهما من باب واحد يعني يضربوا يمشوا ويضربوا باشا يمشوا وإنما مثلت بإذهاب دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل أكتب وكسروا في مثل أضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل إذهاب يعني كسراء بكاكا ولا شوية لك أيما عين الفعل لك مرموم بها من ذلك مرموم لك لشوية لك شاء مقصود بها مقصود لك أو تصور دروس بها يعني هذا لشوية لك عين الفعل لك مفتوح بها لو عنيها من ذلك مفتوح بها على ناحية وش المقصودة حامل ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجاورة حركة الثالث وشي مثلا تيريزمون مفتوح ياكل ذاية تاعوا على بانا رعاية يعني كلها بحركة همزة كار محاول جنسياتي بحركة سيهمة عيبوها أنك وإنما لم يفعلوا ذلك لألا الفبس بالمضارع المبذول بالهمزة في حال وقفي وإلى حال وقفة التباس نبي بالمضارع كبه همزة شرق مثلا يعني لا يذهب ذاك لن بيجني أذهب وعلى أن يفعل المضارع أو متكلم وحده هو وقفة كلا ومنها ما يكسر لا غيره هو الباقي هو يترك من الزبش يوصل وذلك أصل الباقي فالأصل كابتة أصل يعني إذا جاء الله وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة آخر يوم يتميل هذه المسلمة لسل المقدمة مقدمة كعبة عصبكين وقد جاء بحمد الله مهذب المباني يعني طالوتية مبنى كاني وقواعد كاني مشيد المعاني معنى كان محكم كلاوة أمجال محكم الأحكام أحكام كان بازم محكم كلاوة أو حكماني كإذا مستوفى الأنواع هم نوع كان هاتوا الأقسام نوع قسم مشتر ليتقر به عين الودود الروشن أبيت وبوا عين إنسان بمحبات وتكمد به نفس الجاهل الحسودي وتكمد يعني كوير أبيت بي يا تكمدوا رخنا بيكي باشا نفسي كسك جاهل حسود كمد وانا مني رخوقي وانا بي إن يحسدوني فإنني غير غير لائمهم يعني هذا الحسودين في بلا من ما نعكم خبلي من الناس أي أهل الفضل قد حسدوا فإن لفيش من ذلك خلق لكساني كأهلي فضل حسابك كان في براعه من يجيك من لوحة فدام لي ولهم ما بي وما بهم كس دوامي بو بو من يشو بو أواني جانبو كشو كان ما بي وما بهم أو نعمتيك بمنو بو أو نعمتيك بوانو بو فس يعني خلق حسودي بنعمتك أو قاعدة نعمتك لبنا يبو يا حسودي كان ومات أكثرنا غيظا بما يجب بابا أري زورك لأما مردوة لبلويك غيظ ينبو يعني رق ينبو بما يجدو بوشتيك إحساس ينبو دس ينبو يبو حسوديك إحساس ينبو أنا الذي يجدني في صدوري ذم لا أرتقي صدرا منها ولا أريد منها ما انكسمك يجدني يعني رق ينبو يعني لبوي خيانة أخو ما دي وجد من الرقي جديد حاربين يدري إخوانا طبعا كان من أو كسم كأعوان أنا الذي يجدني في صدورهم باشا من أو كسم لا أرتقي صدر شاكا سرناك ومبو الصدر يعني صدر طلبني منها ولا أريد شيء في قول من هذا البيت مقال فإنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة
فهو من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون قريبها هي شاش بس شكل جاري. فكان ينبغي أن يقول أنا الذي يجدونني يجدونني أحدهما وجاء جالبا وللعربي في مثل ذلك ثلاث لغات بس شو تسلباتي شي جاري قل ده ينصد غير معنى نفل ضرب لا ارتقي صدرا يعني بجينا يا رب او ستشاوية بجينا يا رب يعني لا ارتقي صدرا قالت الصدر شو صدرا يعني بمنالي لا دانو اوية التي لا دا هيك في صدوري لا ارتقي صدرا منها هذه الصدور يعني من وحواناك ومك صدر يقبل يعني صدارة يقبل منها لو صدوره لو لا تشم ذي ولا أريدو وارد جنابهم نازل منزل الشيء لحالين الليل والشارع وإلى الله العظيم أرغب ومن ولا إخواي عزيم وقورا راغب أبم على قمن لبم أن يجعل ذلك لوجه الكريم مصروفا كخايف الرجلين أن يجعل ذلك مصروفا لوجه الكريم أعمق أو قرار بدا كبصرف كراوبو ذاتي برازي خوي وعلى النفع به موقوفا ويعني أن يجعل ذلك موقوفا على النفع به لسلامة النفع تنظيم وأن يكفينا شر الحساد وبعد ليه فارينو كشر حسود كان من كافي كخوي جرى خطيبة يعني خوي كفاية كافي ونياز بمقابلة يمنى به ولا يفضحنا يوم التنادي يعني روجي قيامتش فزيحة من عبرو ما نبعت يعني وانا لك مثلا لو عبرو ما شبه تنادي لني داود يعني روجي كعم أوبانك أوبانك أوبان بمنه وكرمه ومنه كرمه إنه الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب ما فيش الله.